اسو عاديه بينينا كاع ما حشم جيبينا اسو عاديه بينينا كاع ما حشم جيبينا اسو سويا بينينا كاع ما حشم جيبينا. بغيتكم كاملين في التعاليق اخوتي دعوا لي مع سعاد جوهره مغربيه. سير سعاد الله يخليك ديما الفوق الفوق، سيري الله يسهل عليك، الله يعطيك منويتي في خاطرك، الله يقويك، الله يغلبك على القوم الظالمين. كاع اللي باغي سعاد الشر ولا باغي اديا الله يعبنو يتادى، وكاع اللي كيتشفى في سعاد الله يعطيه حالتها، كاع اللي كيقول سعاد كتمثل ولا كيتشفى فيها الله يعطيه حالتها. وغادي نقول لكم من هذا الفيديو برافو 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 على سعاد، وغتعرفوا في هذا الفيديو علاش قلت برافو على سعاد. سعاد نعم الام ونعم المراه المغربيه المكافحه، برافو عليها، تستحق اننا ندعموها وتستحق اننا نساندوها، والحمد لله والله الا ربي كبير وكيدير غير اللي فيه الخير. وسعاد خرجت بنادم وبينات على حقيقته، ضربات القنوات الصرف الصحي ضرباتهم عطاتهم واحد الدقه، وكذلك الدقه القويه السريعه والعاقه وشنيتيكا. هاد الفيديو فيه غير القنابل والفلاشه الفلاشه، تفرجوا لي بهاد الفيديو من الاول حتى الاخر، وراكم كتنساو لي اخوتي اللايكات، اللايكات ديالكم احنا كنتحاربوا من طرف اعداء. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس نزاد عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي المرضيين والمرضيات كاع اللي متبعني اخوتي عطوني اللايكات، والله القسم القناه عندي كتضرب، راه كيضربونا بالسينيال، عطيونا على اللايكات ديالكم ودبلوا التعاليق الى جات على خاطركم. انا كنضرب على الناس اللي كيبغوني، الناس اللي مرضيين والمرضيات، اما العاقل المساخيط ما عندنا ما نديرو به، ما يدوروش عندنا هنا. سعاد يا البوينينا وكاع ما حشمتي بينا، الله يعطيك السعاد منويتي في خاطرك والله يعطيك على قد نيتك، انت غاده بالنيه ديالك وربي كيقويك. فعلا سعاد كدير بعض الاخطاء اللي كيقلقونا وكيعصبونا من كثره حبنا ليها، من كثره حبنا لواحد الشخص كنتقلقوا عليها وكنخافوا عليها وكنعاتبوها، ولكن سعاد دار جوج ديال الخرجات اللي كنعطيهم عليها انا الشابو والتحيه. اول حاجه دارتها سعاد هي ملي قالت لبنتها انا مستعده وهاي اتصلت ممدوده لك، بزاف ديال الناس تقلقوا ولكن بالعكس لعله خير، بيناتنا العاقه على حقيقتها وحدت لها السرعه. يعني داك الناس اللي كانوا يقولوا راه الام المجرمه والام الفاشله داكشي ما كاينش منه، بالعكس الام سليمه. واحد القضيه غادي نبرق لكم البقايقو، غادي نبين لكم البقايقو على حقيقتها في هذا الفيديو. الكذابه اللي كتكذب على البق اللي متبعها، الكوانب اللي متبع البقه والله ما عندكم النفس، كتكذب عليكم المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وكترجعوا تدافعوا عليها. الزياره كانت عند بوكريشه نهار الثلاث، كانت زياره مشات عنده السريعه في الصباح السريعه، وديك المشنت كان ديك رجال القصبات هي كانت تما، خرجت السريعه في العشيه دارت لايف اولا فيديو قالت لكم مشيت عند بوكريشه وبقى يبوس الزنوبه وحبيبه امها وبقى يبوس فيها وعزيزه عليه زنوبه، مع العلم ان بوكريشه ما حطاش حتى بحال المدني بوكريشه ما حطاش حتى في الحاله المدنيه، وبقات كتفقس في سعاد زعما راه كيغير عليا بوكريشه وكيبغيني، وما بقيتش غنتحول لحسيمه غنجلس معاه باش سعاد تخرج جاعره، باش سعاد تخرج هي العاقه هي السريعه، راه كانت كتقلي السم العاقه وسعاد باش ما نكذبوش. ولكن سعاد الخرجه ديالها ذكيه، برافو عليك سعاد. خرجت سعاد البارح في واحد اللايف قالت انها غادا تدفع الطلاق معاها مع بوكري، صافي سعاد اللي غتطلق، هو على العلم حنا كنعرفو الراجل هو اللي كيطلق، وسعاد راه فايتها مطلقه بوكريشه، مطلقه في اليوتيوب عقلت انا اللي قالت لي سعاد انت طالق، غنقلب لكم هذيك اللقطه وغنحطها لكم، قالت لي انت طالق طلاق الثالث، عمري ما تدور بيا بوكريشه ما ندور بك، كنطلقاته في اليوتيوب. خرجوا القنوات ديال الصرف الصحي ملي سمعوا سعاد قالت نداء البنت للصلح، ها سعاد باغا ترجع مع بوكريشه، ها كتموت على بوكريشه، ها كتحماق على بوكريشه. خرجت سعاد البارح عجبني اللايف ديالها، عجبني ملي قالت غنطلق، صافي السيد حرمت مع العيشه، واحد السيد دير المنكر مع بنته وترجع لي سعاد، راه يستحيل، راه انا كون رجعت مع سعاد مع بوكريشه غادي نخرج غادي ننتقدها مزيان ما نكذبش عليكم، هذا السيد حرمت مع العيشه، حرام عليها من الاخر، او السيد ولا شارك المراه مع بنته، استغفر الله العظيم. سعاد قالت الطلاق، خرجت لبقيقو حتى نهار الاربعاء حتى البارح، ما خرجتش نهار الثلاث، لا نهار الثلاث اللي كانت زياره خرجت بقات علينا باس بنته ودار بنته. ملي سمعت سعاد قالت الطلاق هو خرجت لبقيقه البارح، سعاد خرجت حتى نهار الثلاث في الليل،
ماشي خرجت من نهار سعاد زعما تقولوا صرحت لي البقيقو البقيقو ملي سمعت سعاد قالت راه صافي انا غادي نطلق بكريشه وصافي وانا غير الظروف الماديه وهذه انا غادي نطلقو في الاجراء ديال الطلاق. مع العلم بزاف ديال الناس قالوا لها خليه هو اللي يطلق باش هو يخلص المصاريف. لا 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 شوفوا من الاحسن طلقوا سعاد حيت هو خوتي ما غيطلقهاش غادي يبقى هو باها غير يخدم بها ملي يخرج فهمتوا. اما لا طلقها وجبدها غتصيفط لها بها للحبسه يرجع تما عاوتاني للزليليغ زليليغ الحبسه. البقيقة خرجت البارح البقيقو الله يلا دارت فيك سعاد خير البارح خرج البقيقو طمأنيت وعرفت المسار ديالي فين كاين وبكري شبيه على يعني الحب ديالو. علاش ما قلتيهاش في الفيديو الاول؟ علاش ما قلتيهاش في الفيديو مباشره من بعد الزياره؟ قولي راه بكري قال لي ما تمشيش وما بقيتش غنطلق منه وهذه ماشي حتى شي سعاد سعاد خرجت قالت غنطلق عاد خارجه انت حقا وما كاينش طلاق مع العلم بكريشه ما غيطلقنيش وما غنطلقو دابا عاد ارتحيت وعرفت راسي فين غادا. قولي تسمعت خايفه من سعاد كانت هي شنو خايفه؟ خايفه من بكريشه لانك ما عندكش ثقه في النفس ما تيقاش في راسك خافت سعاد لا تكون باغا ترجع مع بكري. نقول واحد القضيه دقيقه وراك نقسم لك فمي بالله سعاد وتقول بكريشه رجعوا تيقول لها مرحبا يلا كي حماق هو على سعاد بكريشه. الناس عارفين القضيه المتابعين ديالك عارفينو كيبغي سعاد باش ما نكذبوش هو كيبغي يتاجر بهم بجوج هو ما كانش في قاجع عند الدار وحده بجوج يبقى يتحكم فيهم بجوج ويتاجر بهم بجوج. ولكن سعاد غتحد لكم هذا المسلسل كما حدات لكم القضيه ديال الصلح وبيناتكم على وجهكم كذلك باش ما تبقاوش تقولوا حنا والسعاد ديالكم كتموت عليه والسعاد ديالكم كتحماق عليه والسعاد ديالكم راه مازال غترجع مع بكريشه. قالت لكم سعاد ما كاينش رجوع طلاق والطلاق اللي كنتو نتوما كتهضروا عليه ما لما طلقت مشي طلق راسها ها هي غتطلق راسها سيدي ارتاحوا دابا كبوا على كرشكم الماء فهمتوا. الحمد لله سعاد غادا تستاشر مع الدفاع ديالها اكيد ما غادير حتى شي خطوه بلا الدفاع ديالها باش غتعرف المسار اللي غتوجه فيه سعاد والمساطر القانونيه وشنو خاصها دير شنو المتطلبات ديالها باش تبقى جميع الحقوق ديالها محفوظه فهمتوا. انت يا السريعه اللي كتقولي كيحماق على زنوبه وبات زنوبه وحبيبي علاش ما حطاش في الحاله المدنيه؟ علاش لحد الان بكريشه ما حطش في الحاله المدنيه ملي كيحماق عليها؟ مالو حط ادم وامين وحط زهيرو وحط يسرى في الحاله المدنيه وزنوبه؟ لا واش بالاعترافات ديال المحامي ديالو شحال من قالها؟ قالك اب لاربعه اطفال ما قالش خمسه وديك الساعه راه كاينه زنوبه يعني المحامي غادي يهضر داكشي اللي في الوراق ما يمكنش غادي يقول عنده خمسه ولا شي حدا محطوطاش. البقيقه خرجت البارح في اللايف اش كتقول؟ دابا عاد عرفت بكريشه كيبغيني وكيفضلني انا وانا ما بقاش ديوتي ما بقاش ما شوفي راه ماشي وجهه من المبادره المبادره جات من سعاد ديال الطلاق نعرفو كيبغيك ودي الباقه وكيموت عليك ونطلق سعاد شحال هادي وكاينه اجراءات قانونيه يطلقها هو داخل السجن فهمتي راه داكشي كلشي المحامي وداكشي الوكاله غادي يطلقها ولكن ما باغيش يطلق راه خاص هادي دير القلب تقولي شوفي سعاد اللي طلقاته وما طلقاش بالعكس راه خاص عاد ما تزيديش حق ديالي. ولكن انت عارفينك الشيطان على حبابك من الاولى غادي تاجر بك وصافي كذلك ضربت مقتل القنوات والمتابعين اللي كيجيو يسبونا على قول سعاد كتقولوا قولوا سعاد ديالكم طلق وعلاش بكريشه ديالكم ما يطلقش ياك هو اللي راجل حنا كنعرفوا الرجال اللي كيطلقوا ماشي العيالات قليل اغلبيه معروف الراجل اللي كيطلق قالك اللي دار راه الدرسه كيحيدها كيمشي عند الكلاب سير عند العدول حيدها. ولكن بكريشه ما ضرش سعاد باغي يخدم بها ولكن سعاد ضارها بكريشه قد له او بكريشه تحيد فهمتوا. دابا برتي الساعه واحد شويه طمأنيتي ياك ارتحيتي واحد شويه حسيت بك بها فرحانه في الفيديو ملي سمعتي سعاد غطلق كندير لك كندير الغصه سعاد هنا وحلالك علاش باقي ما طلقهاش حيت كنتي قلتي واحد الكلام قلتي لا ما طلقهاش ما نجلسش معاه واش بقيتي جالسه؟ مع العلم انك فايتك كذبتي على القاطع وقلتي لي راه يطلق هو داخل السجن يكونوا هانين بكريشه خطا القرار وقال لك لا بكريشه قال لها لا قسما بالله الا قالت قال السريعه لا ما نطلقش كانت الزلطات عليه شحال هادي ملي شحال كانت بغات تحبس عليه المصروف وكل شيء قالت يطلق قال لها ما نطلقش حقا نخرج ونشوف تيخرج بكريشه ويشوف. ولكن سعاد لا سعاد ما باغاش تشوها عيات ما بغاش هاد الفضيح سعاد ماشي ديال وجهها سعاد راه انسانه محترمه بزاف راه الناس اللي ما عاشوهاش واللي ما شافوهاش مباشره عاد غتعرفوها وتجلسوا معاها وكيديرها والله ما كتبغي هاد المشاكل والصداع غير كيخرجوا على طوعه. ايوا خليه يطلق بكريشه ويمشي يجمع في بركه حدا شنيتيكا ويتاجر بالسريعه ويصيفط عاوتاني يجيب المراه الثانيه فهمتي. ولكن عجبتني الخارج ديال سعاد ملي قالت غنطلقو صافي اطلاق قلتو الصلح
قالت مرحبا مع بنتها، ولكن بوكليشة راه يستحيل الرجوع، حيت كاين بعض الناس اللي كيقول حقها بغات تصالح مع بنتها باش ترجع مع بوكليشة، حقها عاد ترجع ليه هادي وخرج بعض القنوات كذلك معانا كيقولوا عندك ترجع لبوكليشة. ما كاينش، ما فير، ماكو رجوع، ماكو حبيبي، ما كاينش حبيبي حبيني نحبك مع بوكليشة وسعاد، لا ما كاينش. صافي سعاد طلقاتو والله يعاونه، راه مطلقاه في اللايف، راه قسما بالله الا قالت لي سعاد واحد النهار الناس تعقل عقلا، انت طالق يا بوكريشه، طلقاتو طلاق الثالث، ايوا الطلاق اللي خرج بالفم راه طلاق، نقول لكم هي مجوجه بيعه في الوراق. وسعاد ماشي من داك النوع سعاد قالك صافي نخدم على ولادي، هادشي اللي كتقول سعاد، حتى الزواج اللي كتقولو سعاد تزوج، وقال قسما بالله كتقول لك نكبر غا وليداتي في الحلال بارك عليا، اما الزواج ما عندي ما ندير به، راه كتقول حتى في الخاصيه الله يسهل عليها والله يعطي من وجه خاطره يا سعاد يا البينينه وكاع ما حشمتي بينا، برافو برافو برافو، تحياتي لكم.